السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو النهاردة. النهاردة إن شاء الله الفيديو عبارة عن الدلاية اللي انتوا شايفينها دي. الدلاية دي بسيطة جدا ورقيقة جدا، وتعتبر مشروع حلو جدا ان اي حد مبتدئ في شغل الواير يبتدي بيه، لان زي ما انتوا شايفين الشكل بيعتمد على العشوائية او الاورجانيك لوك، اللي هو كل ما كان الشكل مش منتظم ومش مش حاطين فيه مجهود ان هو يبقى شكله منسق، كل ما شكله بان ان هو طبيعي، لان هو يعني يمثل كأنه عش العصفورة والخرز اللي فيه يعتبروا كأن هما البيض بتاع العصفور. يلا بينا نبتدي. الأدوات بتاعتنا النهاردة هي الأدوات العادية بتاعتنا، مفيش حاجة جديدة، هي القصافة بتاعت السلك بتاعنا، وطبعا معانا القصاج الناعم. معايا نوعين هنا، العادي الناعم والمدبب واللي طرفه متني، بس نوع واحد يغني. ومعايا طبعا القصاج المبروم بتاعي اللي تقريبا لازم اشتغل بيه في كل المشاريع بتاعتي. ومعايا هنا العمود الخواتم بتاعي عشان اشكل عليه الدوائر. ومعايا السلك بتاعي هو عبارة عن 1 ملي زي ما انتوا شايفين، قطعة واحدة 13 سنتي. ومعايا السلك اللي هعمل بيه الشكل القش هو 5.5 ملي، معايا طولين او قطعتين طولهم 110 سنتي. ومعايا الخرز بتاعي ده حجر عقيق 3 ملي، وطبعا مخروم يعني زي الخرز بالظبط. زي ما انتم شايفين دي اول قطعه انا كنت عاملاها، طلعت مش مظبوطه، لان في رايي يعني كان الفريم الاساسي اللي انا هعمله معاكم دلوقتي كان كبير، فانا هصغره. زي ما انتم شايفين كان كبير، فشكله باين ومخلي شكل العش ما يبقاش طبيعي، فانا هصغر القطعه دي معاكم. لو حابين تكبروها يبقى كبروا العش عن اللي انا كنت عاملاه في القطعة اللي انا وريتها لكم دلوقتي. هو ده الاستخدام اللي انا عايزة العمود الخواتم عشانه. زي ما انتم شايفين جبت السلك الواحد ملي ولفيته حواليه عشان انا عايزة اعمل شكل دائري واعمل البيل بتاعي او التعليقة اللي هعلق منها الدلاية بتاعتي. بس ممكن تستعيدوا عنه طبعا باي شيء اسطواني بنفس مقاس الدايرة اللي انتم عايزين تعملوها، سواء كان ممكن علبة كريم، لو قلم ماركر مثلا كبير شوية، اي حاجة اسطوانية ممكن تغني عن عمود الخواتم. زي ما انتم شايفين انا عملت دلوقتي الشكل بتاعي، في فرق بين الطولين السلك بتاعي، فهحاول ان انا اساويه، وبعد ما اخلص برضو لو في فرق هساويه اكتر. هقربهم جنب بعض وهبتدي ان انا اجيب السلك بتاعي ده، انا نسيت اكتبه عذرا في الادوات بتاعتي، هو السلك 3/10 اللي هو سلك الويف او سلك الغزل. انا هستخدمه بس في الجزئية دي، هي ان انا هغزل بيه على السلكين بتوعي بحيث ان انا اشكل التعليقة بتاعت الدلاية بتاعتي. الجزئية دي ممكن لو حابين انتوا تسهلوا برضو الموضوع الشغل عليكم اكتر، ممكن تستعيدوا عنه بان انتوا تشكلوا السلكين اللي انتوا شايفينهم دول على شكل دائري من ورا، يبقوا زي فتحات او حلقات من ورا، وهي دي اللي نعلق منها السلسلة بتاعتنا. الغرزة دي سهلة جدا، هي عبارة عن لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده، وبعدين لفة حوالين السلكين مع بعض، وبعدين لف حوالين السلك اللي فوق لوحده. هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع الفيديو اللي انا عامله 3 فيديوهات عن انواع الويفز المختلفه، عشان لو حابين برضو تغيروا عن الويف اللي انا عاملاها دلوقتي، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو ان شاء الله. وعامه يعني احب اقول لكم ان اي معلومات بتبقى خاصه بالمشروع اللي احنا بنعمله في الفيديو او اي شغل تاني بيبقى تحت في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي انا اشتغلت بالغزل المسافة، انا حسيت ان هي كافية بالنسبة لي ان انا الف الواير بتاعي واشكل التعليقة بتاعتي زي ما هنشوف دلوقتي. عشان يبقى مرجعية بالنسبة لكم، انا عملتها 2 سنتي، والدايرة نفسها عبارة عن 2 ملي او 2.2 ملي،
وسبت حوالي 1 سنتي بعد الشغل الغزل عشان اشكل بيه برضو او اربطه او اثبته في الحلقة بتاعتي زي ما هتشوفوا دلوقتي ان شاء الله. تنيت او عملت زاوية في السلك بتاعي زي ما انتوا شفتوا عشان اظبط اللفة بتاعتي وتبقى مظبوطة. وهبتدي برضو بالقصاج الناعم بتاعي، هعمل فيها زاوية تانية بحيث ان انا اقدر ان انا اقرب واشكل التعليقة بتاعتي بشكل سهل ومريح بالنسبة لي زي ما انتوا شايفين. بس نراعي طبعا واحنا بنشكل الجزئية دي ان احنا تكون كافية بالنسبة لنا لحجم السلسلة اللي احنا هنعلقها فيها، بحيث ان انا ما بقاش عاملة سلسلة اللينكات بتاعها كبيرة او تخينة مش هتقدر تدخل من الجزئية الرفيعة اللي انتوا شايفينها دي. لازم اراعي الجزئية دي، لو حابة ان انا ادخل حاجة كبيرة زي كده يبقى هكبر السلك اللي انا بدأت بيه، بدل ما هو 13 سنتي ممكن اعمل 15 او 18 او اكتر، واعمل الجزئية دي تبقى اكبر من كده بحيث ان هي تتناسب مع حجم او سمك السلسلة اللي انا هدخله فيها. زي ما انت شفتوا طرف السلك اللي كان موجود انا لفيته حوالين الحلقة بتاعتي بحيث ان انا اثبتها، والجزء اللي هيبقى من قدامي اللي فيه اطراف الاسلاك اللي باينه هو ده الجزء اللي انا هداريه بعد كده بشغل الواير بتاعي وبالاحجار بتاعتي اللي هيبقى فيه عليه العش، ومن ورا هيبقى الشكل النظيف. هبتدي الشغل بتاعي دلوقتي، هو ان انا هجيب السلك 0.5 ملي، برضو ينفع ان انا استخدم 7/10 بس انا حسيت ان 0.5 ملي هيبقى متوفر اكتر وسهل ان انتوا تلاقوه ان شاء الله عن 7/10. دخلت ال3 احجار بتوعي وهبتدي ان انا اضمهم على بعض بحيث ان هما يبقوا كأن هما لازقين في بعض زي ما انتم شايفين، وهلف الاسلاك بتاعتي طرف الاسلاك السلكين مع بعض بحيث ان انا اثبتهم مع بعض. وبعد كده هاجي الطرف الطويل من السلك هبتدي ان انا اعمل فيه تنايات عشوائية زي ما انتم شايفين، ممكن ان انا استخدم اندي زي ما انا بعمل دلوقتي، او ممكن تستخدموا الادوات بتاعتكم سواء كان القصاج الناعم الطرف المدبب او القصاج المبروم او اي حاجة تانية انتوا حابين انتوا تستخدموها. بس انا شايفة في رأيي ان انا حبيت ان انا اغير، يعني اعمل شوية بايدي شوية بالقصاج الناعم شوية بالقصاج المبروم بحيث ان هو يديني فعلة عشوائية وشكل اورجانيك زي ما بنلاقي في عش العصفور الحقيقي. هنا انا خلصت عملت السلكين، السلك اللي انا وصلت فيه الاحجار بتاعتي والسلك التاني اللي كان عندي برضو عملته بنفس الطريقة، وهبتدي دلوقتي ان انا اثبت الاحجار بتاعتي في نص الحلقة او الدورية بتاعتي زي ما انتم شايفين. هيبقى التثبيت بشكل عشوائي جدا، هو كل اللي يهمني ان هي طرفها يبقى متثبت كويس وما تبقاش يعني ما تتفكش مني بعد كده، انما الشكل انا زي ما انتم شايفين يعني بلفها حوالين بعضها، بلفها حوالين الحلقة الخارجية. اي طريقة تحسوا ان هي هتبقى كويسة، بس حاولوا ان انتوا تخلوا الاحجار تبقى في النص حتى اكتر مما انا عندي دلوقتي، هي انا شايفاها في الكاميرا مجنبة شوية او طالعة على فوق شوية، انا بحاول ان انا اظبطها واخليها في النص الى حد ما عشان الشكل يبقى مظبوط. زي ما انتم شايفين انا كان عندي هنا خطوط كتيرة بالعرض، انا ما حبيتهاش، حسيت ان هي شكلها مش يعني مش طبيعي قوي، فانا هحاول ان انا يعني اتلافى ده في القطعة بتاعتي دلوقتي. زي ما انتم شايفين هبتدي بكل بساطة ان انا الف السلك حوالين الاحجار بتاعتي بشكل عشوائي دوريات حوالين بعض، وبعد 4 او 5 لفات هبتدي ان انا اثبت الدوريات دي بتاعتي بان انا ادخل السلك زي ما انتم شايفين من النص ما بين الـ3 بيضات بتوعي او الـ3 احجار،
زي ما انتوا شايفين، لغاية ان انا اثبت الكام لفة اللي انا عملتهم، وبعدين هرجع تاني الف لفات برضو 4 5 لفات، وارجع تاني اثبتهم بنفس الطريقة، وزي ما انتوا شايفين بطريقة عشوائية جدا. انا بس هحاول ان انا ما اخليش فيه جزء كبير يبقى باين، يعني اللي هو الاجزاء التثبيتيه اللي هو الاسلاك اللي جايه بالعرض، هحاول ان انا اقللها اقصى ما استطيع، عشان حسيت ان هو كده شكله هيبقى افضل، يبقى شكله طبيعي عن القطع اللي انا كنت عاملاها قبل كده. زي ما انتم شايفين لفيت كذا لفه المره دي، وبعدين هبتدي لما احس ان انا خلاص بقوا بيهربوا من ايديا، مش عارفه اثبتهم بايديا، هبتدي ان انا اثبتهم بان انا ادخل السلك ما بين البيض او الاحجار بتاعتي حوالي 3 مرات، مره من كل اتجاه، بحيث ان انا اثبتها من كل النواحي، ما تبقاش طالعه او ما تبقاش شكلها مش مظبوط معايا، او ممكن انها تتفك. فزي ما انتوا شايفين، ومره بلف من ناحيه اليمين، مره بلف من ناحيه الشمال، يعني فعلا بعمل بشكل عشوائي جدا. المهم ان الشكل يبقى بالنسبه لي احس ان هو طبيعي، ويبقى مالي المكان، ما يبقاش انا بعمل مثلا من فوق قوي فاغطي على البيض بتاعي، او اعمل من تحت قوي فيبقى من جوانب البيض تبقى عريانه. يعني لا، هي مجرد نظر ويعني وتقييم للشكل اللي قدامنا، ونكمل شغل عادي جدا. وافضل حاجة في المشروع ده برضو ان احنا نقدر لما نخلص السلك بتاعنا، يعني انا خلصت دلوقتي السلك ده، هثبت طرف وبعدين هبتدي بالسلك التاني. لو بعد ما خلصت السلك التاني حسيت ان انا برضو لسه في اجزاء، حاسه ان العش بتاعي لا كانه فاضي، ويعني اقدر اشوف من خلاله كده، مش مليان، اقدر ان انا ازود قطعه سلك تانية، او ممكن ان انا اقلل برضو حسب ذوق كل واحد، وحسب ما كل واحد شايف الشغل بتاعه طالع ازاي. زي ما انتم شايفين بثبت الطرف بتاع السلك بتاعي علشان ما يبقاش يشوك معايا او يتفك الشغل اللي انا عملته، وبعدين هبتدي ازود او اثبت الطرف التاني بتاع القطعة التانية عشان اكمل شغل زي ما اشتغلت القطعة الاولانية بالظبط. المرة التانية او السلك التاني اللي انا هشتغله، المفروض ان انا اخد بالي من الاجزاء اللي انا حاسة ان انا عايزة ازود عليها، او الاجزاء اللي انا حاسة ان انا عايزة اكثفها، واركز الشغل فيها علشان يطلع الشكل مظبوط. الجزء الاولاني او القطعة الاولانية من السلك بتبقى عمل الشكل الاساسي او الفريم الاساسي، والقطعة التانية بتبقى ملو الفراغات عشان الشكل يطلع مرضي ويبقى شكله طبيعي. زي ما انتم شايفين بثبت الطرف بتاع السلك قبل ما ابتدي اشتغل بالطرف الطويل. انا هفضل اشتغل بقية السلك واثبته بنفس الطريقة نفس الطريقة. عذرا الفيديو الكاميرا عملت معي مشكلة، ما عرفتش اصور لكم الجزء الاخير، بس هو كان بالظبط نفس الفكرة. وزي ما انتم شايفين هو ده الشكل النهائي للدلاية بتاعتي. شغلها بسيط وسهل زي ما انتم شايفين، وفعلا اي حد لسه بيبتدي شغل الواير انصحه ان هو يجرب الدلاية دي. وفي دلايات تانية وشغل تاني برضو انا عاملة لستة بالفيديوهات اللي تنفع لسه مبتدئين بشغل الواير، يا ريت ترجعوا لها، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي، هيفيدني كتير ويساعدني ان انا اقدم فيديوهات اكتر، ويساعدني ان انا اقدم المحتوى اللي انا بحبه، واللي انا شايفة ان هو بيمثل جزء كبير من هوايتي. فيا ريت لو كان محتوى القناة يعجبكم، يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.